الخير عليكم، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الرتب والمناصب دائما الضابط يدور للرتبه، بس اقول له اعطيك كذا يقول لك لا رتبه. ليش؟ لان يعني الرتبه بجهده بتعبه بتدرجه بمهنيته جاب. ولذلك دائما نقول في الجيش عندما يترقى الضابط الى رتبه اعلى مسؤوليته تزداد، يعني تصبح يتحول من موقع الى اخر، اكو مسؤوليات كبيره ملقى على عاتقه. وبالتاكيد احنا الان في الجداول، في هذا الجدول والجداول اللي سبقت، رجعنا الى السياقات الحقيقيه لبناء المؤسسه العسكريه وفق الاسس اللي حقيقه تسري في دمائنا، لان اكو الانسان دائما يعشق المهنه مالته. كل انسان يعشق المهنه يبدع. من يعشق العسكريه يصبح مهني محترف. الكوكبه اللي ترفعت في الوزاره في الجدول المضي كلهم باستحقاقهم بتدرجهم بعملهم بمثابرتهم بمهنيتهم. ولذلك نامل ان شاء الله انه جيشكم مع ترقية هذه الكوكبة يرتقي إلى الأمام إن شاء الله. ماكو رجعة للخلف بعد إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق لكم وعوائلكم، وبارك الله بكم.